أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة أن تدخل الدول الخليجية والعربية عصرا جديدا من التعاون عنوانه الاتحاد، لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ولتتعزز قدرتها في التصدي لمحاولات تقويض أمنها وازدهارها. وقال سموه: أقصى أمنيات الشعوب العربية وفرحتها أن تشهد فجر الوحدة العربية بما يبعث لها الطمأنينة بالعيش في أمن وأمان. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم لسعادة السيد إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور وزير الخارجية بجمهورية السودان الشقيقة، والذي سلم سموه رسالة رسمية من الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، تتضمن دعوة سموه لزيارة جمهورية السودان، وذلك تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتعزيزا لعلاقات التعاون والتناصر بين البلدين في مختلف المجالات استجابة للتحديات الدولية والإقليمية الراهنة. ونقل وزير الخارجية السوداني إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وتمنياته لمملكة البحرين قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على توطيد علاقات التعاون والتواصل مع السودان الشقيق وكافة الدول العربية، وقال سموه إن السودان بلد خير ونماء، وهناك العديد من الفرص التي تمتلكها جمهورية السودان والتي يمكن الاستفادة منها لا سيما في الإنتاج الزراعي والحيواني. ونوه سموه إلى أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، معربا سموه عن حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من شأنها أن تعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. وشدد سموه على أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أجل مزيد من العمل المشترك الذي يسهم في تطوير علاقاتهما. وأشاد سموه بمواقف جمهورية السودان الشقيقة تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية، والتي تؤكد حرص الدولة الشقيقة على دعم كل ما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه أعرب وزير الخارجية بجمهورية السودان عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو على حفوة الاستقبال، مشيدا بحرص سموه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، منوها بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء في مختلف المجالات، وأكد دعم بلاده لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين لدعم أمنها واستقرارها. وقال: إن ما يمس البحرين يمس السودان، وإن مشاركة بلاده في عاصفة الحزم يأتي تعبيرا عن حرصها على دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن تطلعه إلى زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى السودان لما لها من أهمية في توطيد العلاقات أو التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة وحرص على تنمية التعاون الثنائي.